آخر وضعية لجسم يسوع قبل القيامة، قبل لحظة القيامة، كانت بهاي الوضعية. يسوع من 3 أيام هيك. 2000 سنة مروا ورجل الكفن ترك علامة حيرت وستحير البشرية بعلماء وأطباء. يسوع صفى دمه مش من جروحات إيديه ولا جروحات جسمه، يسوع صفى دمه من جرح قلبه. يسوع مات بلحظة فيها كتير وجع. هالصرخة اللي صرخها لحظة موته تدل على انهيار كامل للقلب، لعضلة القلب. طبيا كان عنده هايبوفولاميك شوك، نيوروجينيك شوك، واخيرا كارديوجينيك شوك، لانه المي صارت تمنع القلب يدق مثل ما لازم، صارت تعصر عصر. جرح الحربة اليمين اللي فات للقلب هو اللي خلى يطلع الدم كله. فهي وضعية الجسد يسوع بالتفاصيل اللي فيه هي الأقرب علمياً للحقيقة. هذا التمثال هو كوبي كونفورم، هو رابليكا على تمثال بجامعة بادوفا. أكتر شخص وصل بالدقة ليقدر يعطي التفاصيل جسمين رجل الكفن، استناداً لكفن تورينو. بروفيسور فانتي من شي 3 سنين مع الأكيب تبعه قدروا آخر شي ينجوا هالتمثال هيدا بعد كتير دراسات دقيقة. منلاحظ أثار المسامير، منشوف على كفن تورينو بس أثر مسمار واحد بالإيد لأنه التاني مخبى، والمفرط فيه أنه منه براحة الإيد إنما بأسفل راحة الإيد، بيفسر التكربج اللي صار بالإيد. منلاحظ الإبهام كيف فات لجوا وأصلا مختفي على كتان تورينو بالإيد التاني 2. أكيد المسمار بهالمحل هيدا بيخلي الإيد تكون مكربجة وبالتالي ما في حرك صبيعه. بس هالمسمار قاطع هون بقلب العصب الناصف النير ميديان، يعني ما كل دقة مسمار بإيديه كان في تلهلب كهرباء، لاتشات كهرباء للرأس. نفس الشيء بينقال على مسمار الإجرين. بتلاحظوا كيف الدم جاي صوبي أنا، جاي جنابي. ليه جنابي؟ هو لأنه لما كان فاتح إيده هيدا أثر كان عمودي نازل نزول. الدماء اللي نازل من ايدي واللي بعدين رجع هون، هيدا الدماء هون كانت نازله هو معلق على الصليب لانه نازله بهالاتجاه، بينما هالدماء اللي هون هي نزلت هو وكان مكفن. فاذا جسمين يسوع بقي ينضح دم، بقي ينزف حتى من بعد ما مات، حتى من بعد ما تكفن. بيفسر بركة الدم اللي كانت موجودة هون لما شوفها بكتير وضوح على كفن تورينو. الجاي كانوا معتنتين فوق بعضهم، مسمار واحد خرق الإجر اليسرى وفات بالرجل اليمنى وطلع من تحت. أكيد لما فكوه عن الصليب بيقعدوا شوي الجاي عن بعضهم. منلاحظ كيف جسم يسوع شوي مايل على اليمين. مايل على اليمين ليه؟ لأنه هو على الصليب ما عم بيقدر أبدا يشد بزراع اليمين أبدا كونه مخلوع، فكان عم بيشد دائما بذراع الشمال. نطلع بالكتف، الكتف هون نشوف العظمة الكلافيكل والسكابولا. الكلافيكل من هون، السكابولا من هون، حافة السكابولا من هون كتير واضحة، هون لا. الكتف مخلوع، وكيف منتأكد منه؟ لما نشوف ذراع اليمين أطول من ذراع الشمال بحوالي 7 إلى 8 سنتيمتر. شو معناتها؟ أنه صار في فك بالكتف هون ونزل الأعصاب هون كلها سوا تخزقت. عملياً إيده اليمين على الصليب كانت مشلولة، فهو وعم بيجرب يتنفس على الصليب كان كل الرك هي على إيده الشمال بس. فلسبب لما تصلب الجسمين على الصليب هني وعم بينزلوه كان الأكس تبع الجسم شوي رايح على اليمين، عم نحكي من الإجرين ونزول، لأنه كان الشد كله على الكتف الشمال. ليه بده يشد على كتفه حتى يقدر يتنفس؟ لأنه ضيق النفس اللي بيعمله الصلب الروماني كتير قوي للشخص على الصليب. ومن أثار هالضيق النفس هو الانتفاخ بالبطن، بنشوفه كتير واضح أيضا على كفن تورينو. منلاحظ كيف البطن هون في انتفاخ بعدين فايد بعدين طالع. هالانتفاخ منلاحظه هون كيف شغلينه على هالتمثال الحلو. ليه في انتفاخ بالبطن؟ لأنه للواحد يقدر يتنفس على الصليب بده يستعمل كل عضلات جسمه، ظهره ورقبته وكتافه وبطنه واجريه، تيشد على حاله تقدر يطلع شوية هواء وياخد شوية هواء. 600 جرح
على جسد يسوع الناصري من جراء الفلاجروم، بس هيدا بالجلد. بنلاحظ كيف القياسات هون مطابقه للفلاجروم الروماني، 4 سم ونص بعرض سنتيمتر هون وهون وهون وهون، يلي كلها سوا موجوده على كفن تورينو. بنلاحظ بالظهر، هي كلها منطقه الظهر، منطقه الاجرين، ومنطقه الصدر، منطقه البطن، والفخاد كلهم سوا، حتى في ضربه على الراس. لما الجلد بيضرب تجي قلقله للحديد، بتخزق الجلد، بتفوت للحم وللعظم. لما يسدها بتكون عم تنهش اللحم. على الركب بنشوف بكتير وضوح اثار السقطات لما كان عم يوقع تحت الصليب. بنشوف اثار السقطات مش بس على الركب، انما ايضا على الوجه، بالكدمات الموجوده على الخدود، تشوه بالانف والوجه، الكدمات ايضا لهون. لانه يسوع الاول ما كان يوقع تحت الصليب، كانوا ايديه مربطين على الخشبه. اول كان وقعهم كان عم بيجي راكع على اجري، بس كان تقل الخشبه عم تخليه يهوي ويجي خابط راسه على الارض. التهشيم منطقه الركب والتهشيم منطقه الاجرين كثير واضح بهالمنطقه، كيف الركب فيها تهشيم قوي كثير، والدم مجمع على كعب الاجرين. هونيك بنشوف الدم هون كيف مجمع على كعب الاجرين، وايضا بنشوفه على المنطقه الخلفيه كيف الاجرين كانوا مجبجلين بالدم، الاجر الشمال والاجر اليمين حد بعضهم. اكثر نسبه التراب موجوده على الكفن هن على الركب، الاجرين من تحت، والراس. القلب كان كثير عم يوجعه، سكاكين بالصدر هو على الصليب، لانه القلب كان عم يعمل مجهود كثير كبير تيعوض ضغط الدم اللي قاشت من وراء عرق الدم بالسنة الزيتون، المي اللي خسرها كثير، الدماء الغزيره اللي خسرها بالجلد. ماشي تحت الصليب مدودخ، كل شوي يوقع ليه؟ لانه عم بيقشط ضغطه، وعم بيهبط ضغطه، عم بيوصل الضغط ل 7/3 6/3. ضغط انجا بخلي واحد يضل واقف. لما تصلب هالجسمين من وراء الوفاه، ما بنشوف في اي ملامح على الوجه بتدل انه شخص رافض هالالم، بالعكس بنشوف ملامح ملانه سلام، مع انه واضح كثير الورم على الانف، بنلاحظ كثير التورمات فوق الجفون وانه الانتفاخ. الخد اليمين في انتفاخ هون، يمكن معبى دم تحت منه، اذا بنلاحظ ملامح الوجه كلها متاخده من كفن تورينو والتفاصيل. انفكاك الغضروف عن العظمة بالأنف بنلاحظها كتير واضحة هون بمنطقة الأنف، كيف الغضروف نازل نزول، الانتفاخ بالوجنتين وكدمات عجبين من وراء السقطات. بنشوف هون كيف كمان بدقة متناهية معمولة نقطة الدم اللي جاي من تجعيدي على الجبين كانت عم تنزل هو على الصليب، بنلاحظها هون بشكل ثلاثة إذا كتير واضحة، والدماء الغزيري على الشعر بين مهشم تهشيم. كمان نفس الشيء عاملينه على التمثال، كيف تهشيم خلف رأس يسوع. منشوف كيف كمان في محل في تخزيق بالجلد صاير، لأنه يسوع هو عصيب كان أكيل الشوك على رأسه. رغم كل هالعذاب بالوجه وأثار الدم والدم مجبجل على الشعر وأكيل الشوك، منلاحظ في أكثر من 72 جرح على هامة رأس يسوع. هالوجه وهالرأس اللي مشبعين بالألام منشوفه بقمة السلام، بقمة الثبات. كان عنده المجهود يوسف الرامي ونيقوديموس انه يطوي الايدين تيصيروا بهالوضعيه، بس مثل ما هو نزل بام يبس بهالوضعيه هي، حين راسه والركب مطعوجه ونيموه على الكتان وحول راسه غطوا الراس بهالشكل. فالكتان اللي كفنوا في يسوع مبروم حول الراس، وكان في لفائف أكيد لحتى يربطون. هيك تكفن. التكفين كان على السريع كتير، حطوا بقلب الكتان أعشاب مطيبات، ولكن ما نظفوا الجتة مزبوط، لأنه كان قرب يوم السبت، ويوم السبت كان عظيم حسب ما بيقول يوحنا بإنجيله الفصل 19. فكان التكفين تكفين إكسبرس، وكان لازم لما يقطع العيد يجوا النسوان حتى يطيبوه ليسوع بالقبر. شو اللي شافه يوحنا وآمن؟ شاف الكتان واللفائف مثل ما هي مزبوط محطوطة، بس اللفائف كأنه مش مفكوكة، كأنه الجسمين تبخر من الكتان. يسوع منه هون، جسد يسوع منه هون. وجع كتير كبير عاشه يسوع على الصليب، ما منشوفه نحن عم نطلع من برا.
هو الهون وجع القلب. حبيبي وحبيبي تركني ابكي واحمل معك جروح، لانه قلب يسوع كان محاط بكميه كبيره من المي، بلشت تتجمع من بعد الجلد، وهالمي صارت تخنقه شوي شوي وأدت إلى تدهور سريع بحالة قلبه الصحية. فجسد يسوع كان عم ينزف هو عايش، وباقي ينزف حتى هو وبالقبر لحتى لحظة القيامة. أوقات منفقد الأمل، منحس الموت خلص تملك فينا، اليأس تملك فينا، بس في نقطة دم من قلب يسوع هي بعد الشهادة على الحياة. وبيبقى الإيمان وحده قادر يفك لغز أسرار الكفن. لما طلب التمثال ما فيني إلا ما أشوف أيقونة الحب الإلهي، أنه هالقد عن جد الله حب العالم.